من أسهل وأحلى الكيكات اللي ممكن تعمليها في البيت هي كيكة الزبادي والفواكه المجففة، مفيش أسهل من كده. كل مقاديرنا إن شاء الله متوفرة عندنا في البيت، وهقولك على تكة بسيطة خالص هتحافظلك على أي نوع كيك رطب لفترة طويلة جدا. يلا بينا نبتدي. عندي 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة وتلات أرباع كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا البودرة ورشة ملح. نضرب كل المكونات دي مع بعضها بالمضرب الكهرباء لحد ما خليط البيض ده هيبقى لونه أبيض ويفتح شوية ويبقى إيه قوامه كثيف شوية. هحط عندي نص كوباية من الزيت، استخدمت زيت ذرة، ونضرب برضو لحد ما الزيت يمتزج مع باقي الخليط. وبعدين هحط 3/4 كوباية من الزبادي، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، بيديها هشاشة وتحفة جدا. ممكن نضيف لها بشر ليمون او بشر برتقال زي ما تحبي، انا استخدمتها زي ما هي كده. قلبت لحد ما كله امتزج، وبعدين جبت 1.5 كوباية من الدقيق معاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ولازم ننخل الدقيق كويس او يعني ممكن ننخله مرة غير دي، هيديكي برضو هشاشة في الكيكة حلوة جدا الخطوة دي. اضربي بقى كده بالمضرب الكهرباء يا دوبك لما الدقيق يختفي، خلاص توقفي ضرب، يعني ما تزوديش في الضرب في الخطوة دي، يا دوبك كده على اقل السرعة الدقيق يختفي خلاص. ممكن ايه نحط الكيكة في الصينية زي ما هي كده، انا حبيت اضيف لها شوية من الفواكه المجففة، فجبت 3 معالق كبار وحطيت عليهم معلقة دقيق وغلفتهم كويس قوي بالدقيق. ولازم بقى الدقيق الزيادة دوت انخله، يعني جبت المصفى الصغيرة وحطيت عليها الفواكه المجففة بعد ما اتغلفت بالدقيق، واي دقيق زيادة كده بنخله في الطبق. لازم بقى الخطوة دي تعمليها عشان خاطر الفواكه دي ما تنزلش في الصينية من تحت، لازم نغلفها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ضفتها على خليط الكيكة ونقلب تقلبتين ثلاثة كده لحد ما يمتزجوا مع الخليط. وبعدين جبت صينية دهنتها كده بالزيت وشوية دقيق، وحطيت كل مقدار الكيكة ودخلتها بقى الفرن على حرارة 180، تقريبا بتقعد معايا 35 دقيقة. طبعا لازم المتابعة ما تفتحيش عليها الفرن قبل 30 دقيقة، تختبريها كده قبل ما تطلعيها من الفرن. وبعدين سبتها بقى تبرد شوية، بس هي لسه دافية قلبتها وشلت بقى الصينية، لازم بقى نسيبها تبرد حبة وهي لسه دافية. يعني الخطوة دي مهمة قوي، اكتشفتها ان احنا نغطيها وهي دافية كده، البخار اللي هو طالع منها ده بيحافظ عليها ان هي تبقى رطبة من جوه، وكمان الحروف بتاعتها تبقى طرية ما تبقاش معاكي ناشفة. لكن ما تغطيهاش وهي لسه طالعه من الفرن، لا بنسيبها تهدى شويه حلوين، هتاكلي احلى كيكه رطبه في الدنيا. يعني ممكن تثبتي الخطوه دي في كل انواع الكيكات، ان انت تغطيها وهي دافيه هتحافظ لك عليها رطبه لفتره طويله قوي، تحفه وجميله وبسيطه خالص. يا رب تجربوها وتعجبكم. استنوني بقى قريب في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.